خمسة أسرار إياك أن تبوح بها لأحد، لأنها ستعكر حياتك وتفشل في عملك وتمر بظروف من الضيق والاكتئاب. الأمر الأول الأسرار الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكتم هذه الأسرار، لأنه لا يجوز لإنسان أن يخرج مشكلة بينه وبين زوجته أو أهل بيته إلى الخارج، لأن هذه المشكلة ما دامت داخل البيت تستطيع أن تتحكم فيها. بمجرد أن خرجت هذه المشكلة إلى الأقرباء أو إلى الآخرين فقدت السيطرة عليها، وهنا يتدخل الشيطان، وبالتالي تكثر المشاكل وتزداد ولا تستطيع السيطرة عليها. إذن الأمر الأول احرص على أن تبقى الأسرار الزوجية أو المشاكل الزوجية داخل حدود البيت. الأمر الثاني أخي الحبيب، والذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. احرص أن يكون عندك صدقة لا تخبر بها أحدا، أن تخفيها عن شمالك لكي لا تعلم، أن تخفيها عن شمالك لكي لا تعلم ما أنفقت يمينك، وبالتالي هذه الصدقة تطفئ غضب الرب ولها أجر عظيم عند الله يوم القيامة. القضية الثالثة مشاكل ضيق العيش، قلة الرزق، لا تشكو لأحد، لأنك إذا شكوت إلى عبد من عباد الله فكأنما تشكو الله لعباده. ضيق الرزق هذا أمر من الله، هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فعندما يضيق عليك الله عز وجل هناك خير، هناك فائدة، هناك حكمة، وعندما يبسط الرزق أيضا هناك حكمة. لذلك لا تخبر أحدا بل أشكو هذا الأمر وهذا الضيق لله تبارك وتعالى. القضية الرابعة أخي الحبيب المعاصي. الإنسان عندما يستره الله بعد معصية فيبيت يستره الله ثم في اليوم الثاني يفضح نفسه، لماذا؟ يجب أن تستغفر الله مباشرة بعد كل معصية، يجب أن تتوب إلى الله فورا، ويجب أن تستيقن أن الله غفر لك هذه المعصية. فلا داعي لفتح باب من أبواب الشيطان وتتحدث بهذه المعاصي، وبالتالي سوف يعني يتحدث الناس بها، وما مصير توبتك؟ الله تاب عليك، فلماذا تعود وتتحدث بالمعصية التي سترها الله وتاب عليك؟ بل استبدل الحديث مع الناس عن المعصية بماذا؟ بأن تستغفر الله وتستيقن أن الله قد محى هذا الذنب، بشرط أن تخلص النية وتكون صادقة مع الله تبارك وتعالى. القضية الخامسة والأخيرة الأحلام المزعجة. كثير من الناس يرى حلم، كابوس، شيء يكرهه. النبي أمرنا ألا نخبر أحدا به وقال فإنها لا تضره. أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، بدلا من أن تحدث فلان وفلان وكل واحد يجعلك تتشائم، لا، استعيذ بالله من شرها، اقرأ المعوذتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن هذه الأحلام المزعجة لا تضرك بإذن الله تبارك وتعالى.